إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. فاللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمدٍ في الأولين، وصلِّ وسلِّم على سيدنا محمدٍ في الآخرين، وصلِّ وسلِّم على سيدنا محمدٍ في كل وقتٍ وحين، وصلِّ وسلِّم على سيدنا محمدٍ في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وأتباعه الأبرار يا أرحم الراحمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي سيدنا محمد رسول الله، وإن شر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. علمنا كيف نعبد ربنا سبحانه وتعالى، وهو من أجله خلق الدنيا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فعلمنا صلى الله عليه وسلم كيف نعبد ربنا، علمنا الصلاة، وعلمنا الصيام، وعلمنا الزكاة، وعلمنا الحج، وعلمنا الذكر، وعلمنا الدعاء، وتركنا على المحجة البيضاء. كثير منا وفقه الله سبحانه وتعالى للصلاة وللحفاظ عليها، وهي عمود الدين. كثير منا وفقه الله سبحانه وتعالى لصيام فرض رمضان وللحج لبيت الله الحرام ولإخراج الزكاة، كل ذلك توفيق من الله من غير حول منا ولا قوة، بل بمنه وفضله علينا سبحانه وتعالى. فالحمد لله أولاً وأخيراً ومن قبل ومن بعد. ولكن كثير منا قد نسي الدعاء، والدعاء يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة ومخ الشيء أعلاه ومنتهاه
وإذا توقف المخ عن العمل فارق الإنسان الحياة، فعبادة بلا دعاء هي عبادة مسلوبة من الروح، ومن أعلى شيء فيها من رأسها وهو الدعاء. ويمضي بنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه خطوة أخرى عندما يسمع الصحابة تروي عن سيدنا صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة، فيقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الدعاء هو العبادة. تقدم بنا خطوة أخرى، فبدلا من أن يكون الدعاء رأس العبادة ومنتهاها وأعلى شيء فيها، يذكر لنا سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن الدعاء هو نفس العبادة وكل العبادة، هو رأسها وجسدها، هو بدايتها ونهايتها، هو ذاتها. ويقول: إن لم تصدقوني، يعني في روايتي وضبطي عمن روى عن رسول الله الدعاء مخ العبادة، فاقرأوا قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فسوى بين الدعاء وبين العبادة. إذن الدعاء أمر مهم، لكن رأينا كثيرا من الناس كأنه لم يعلم أنه العبادة أو مخ العبادة، فترك كثيرا من الدعاء. الدعاء في ذاته عبادة، استجاب الله أو لم يستجب. فادعوا ربك ولا تتعجل. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يستجيب للعبد ما لم يتعجل. فقالوا: وما عجلته يا رسول الله؟ قال: يقول: دعوت الله فلم يستجب لي، فيدع الدعاء. وكأن هذا أمر قد سرى فينا، فتركنا الدعاء وكأننا نلزم الله بالإجابة، فتحول الدعاء منا إلى طلب، بل إلى فرض رأي. والله سبحانه وتعالى لا يفرض أحد عليه رأيا، وإذا كان الرأي نتداوله فيما بيننا ونناقشه بنقص بشريتنا، فإن الدعاء فيه التجاء وفيه خضوع وفيه عبادة وفيه توسل وفيه رجاء وفيه تضرع، حتى يكون عبادة خالصة. فإذا استجاب الله فبمنه وفضله علينا، وإذا أخر الاستجابة فبعلمه وحكمه فينا وحكمته، وإذا ادخرها لنا يوم القيامة فنعم المدخر ونعم المدخر. ستخسر كثيرا إذا تركت الدعاء، وفي المقابل فإنك ستكسب كثيرا
إذا ما دعوت ربك وتضرعت إليه، ومن صفات الدعاء المستجاب الإلحاح، لح على ربك فإن ربك كريم، ابكي بين يديه، اغسل نفسك من ذنوبك وقصورك وتقصيرك، تواضع لربك حتى يرفع من شأنك. الدعاء له شروط وله أوقات وله طريقة في الكلام مع الله، علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرشدنا إلى وقت السحر قبل الفجر في ثلث الليل الأخير، وقال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، يعني ينزل أمره سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الأخير، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هكذا بالضم في البخاري. يجوز أن تقول: فأعطيه فأغفر له، ورواية البخاري: فأعطيه فأغفر له. ومعنى الضم أن الفاء هنا للعطف، ومعنى الفتح أنها للسببية، وكلاهما صحيح. أما فأعطيه فأغفر له، معناها أن ذلك بفضل الله، لا من دعائك ولا من غيره، الدعاء مردود لك يكرمك عند الله فقط، والذي وفقك للدعاء والذي استجاب الدعاء هو الله رب العالمين، لا إله إلا هو، ولا نعبد إلا إياه. فاختيار البخاري رواية الرفع عن النصب فيها فقه وعقيدة، فأعطيه فأغفر له، يعني وأعطيه وأغفر له، فكله من عند الله. وقت السحر أرشدنا صلى الله عليه وسلم إلى وقت نزول المطر، وكان يحب أن يدعو ربه عند نزول هذه النعمة، لأن المطر يسمى في لغة العرب حياة، ويسمى في لغة العرب سماء. انظر إلى دلالات الألفاظ، فالله ينزل عليك الحياة، وحينئذ فهو راض عنك، فينتهز رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك اللفتات الكونية ويلفت نظرك إليها بأن تدعو حينما ينزل المطر، ويقول: إنه حديث عهد بربه. نعم، فإن الله قد أمر توًا بالنزول، فلما أمر بالنزول كان هناك خطاب إلهي وأمر إلهي لهذه القطرات من الماء أن تنزل لتحيي الأرض بعد موتها، فكانت حديثة عهد بربها. فالله إذن في حالة رضا عنا، فننتهز هذا الرضا. ومن دعاء الصالحين: اللهم انقلنا من دائرة غضبك إلى دائرة رضاك، اللهم انظر إلينا بعين الرحمة، علمنا كيف نخاطب ومتى نخاطب ربنا سبحانه وتعالى. يروى عن الحجاج بن يوسف الثقفي، وكان جبارا في الأرض سفاكا للدماء، والله لا يحب سفك الدماء،
ولا يحب التجبر في الأرض. لكن هذا الرجل وفقه الله من ناحية أخرى أن يتم القرآن كل أسبوع، فسبع القرآن وقرأ حصته يومياً. هذه جبابرة الزمان الأول، كان يقرأ القرآن مرة كل أسبوع 4 مرات في الشهر. أما جبابرة زماننا فلا يصلون ولا يصومون ولا يفعلون شيئا، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. وفقه الله في هذا، لكنه جبار سفاك للدماء. حتى تحدث الناس أن الله لا يغفر للحجاج، فسمع بهذا فناجى ربه، وكأنه يعرف كيف يكلم ربه، فقال: يا رب، إن الناس يقولون إنك لا تغفر للحجاج، اللهم اغفر لي. انظر كيف يخاطب هذا ربه، إنه لا ييأس من رحمة الله ولا يستعظم ذنبا في قبالة غفران الله، ويطلب من الله سبحانه وتعالى بعدما فعل في المسلمين أن يغفر له. والله كريم. يا رب، إن الناس يقولون إنك لا تغفر للحجاج، ماليش دعوة بيهم، اللهم اغفر لي. كأنه يتوسل إلى ربه ضد الناس. والله غفور رحيم. عباد الله، إذا كان هذا شأن الحجاج، فما بالك وأنت لم تسفك دما؟ فهيا بنا نعود إلى الدعاء. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الدعاء، ومن تعليمه للدعاء أن علمنا أن ندعو عند الملتزم، وأن ندعو في بيوت الله، وأن ندعو أثناء السجود. وقال: أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، فالتمسوا في سجودكم الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وقال: عندما سئل عن وقت الإجابة في دبر كل صلاة وفي دبر المكتوبات، فبعدما تنتهي من الصلاة ادعو ربك. بيّن لنا في كثير مما يطول شرحه وذكره مواطن الدعاء وأوقات الدعاء وكيفية الدعاء. ادعو ربك بما تجده في قلبك. كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، ومن الهم والحزن، ومن غلبة الدين وقهر الرجال. انظر، من العجز والكسل. كان نشيطاً، كان قائماً لليل مجاهداً في النهار، حمل جسده الشريف فوق طاقته من همته، وكل ذلك لأن قلبه كان معلقاً بربه. ولذلك
لما نسي في صلاته ونبهه الصحابة الكرام وقام ذو اليدين وقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال كل ذلك لم يكن، قال بل بعض ذلك كان. قال أصحيح ما قال ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله. فذهب وأكمل، صلى الظهر ركعتين نسي. وسأل العلماء سؤالا، يا سائلي عن رسول الله كيف سهى؟ والسهو من كل قلب غافل الله، وحشاه أن يكون غافلا أو لاهيا. يا سائلي عن رسول الله كيف سهى؟ والسهو من كل قلب غافل الله. الإجابة: قد غاب عن كل شيء سره فسهى عما سوى الله، فالتعظيم لله. رسول الله غاب بانشغاله بالله عن رسوم الصلاة، فنسي تشريعا للأمة، فقلبه معلق أبدا بربه، فزادت همته واتضح طريقه، فكان صخرة الكونين، وكان إمام الحضرتين، وكان سيد المرسلين، وخاتم النبيين. فصلوا عليه وسلموا تسليما. ومن الدعاء المستجاب أن تبدأه بالصلاة على النبي وتنهيه بها: ادعوا ربكم، فلعلها أن تكون ساعة الإجابة، فإن هناك ساعة في يوم الجمعة لا توافق عبدا يصلي، يعني يدعو ربه، إلا استجاب الله له. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. يروي لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم فيقول عن رب العزة: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أحسن ما أعطي السائلين. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله ونبيه وحبيبه وخليله. فاللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد كما تحب وترضى، واللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد كما يليق بجماله وجلاله ومكانه ومكانته عندك يا رب العالمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، الهجوا بالدعاء لأنفسكم، لأولادكم، لأهليكم، لبلدكم، وقولوا: اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، ووحد قلوبنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، ويسر غيوبنا، واحشرنا تحت لواء نبيك يوم القيامة، واسقنا من يده الشريفة شربة ماء لا نظمأ بعدها أبدا، ثم أدخلنا الجنة يا ربنا من غير حساب ولا سبقة عقاب ولا عتاب. نحن في حاجة إلى رحمتك، ولست في حاجة إلى مؤاخذتنا، فاقبلنا كما نحن يا أرحم الراحمين، ووفقنا إلى ما تحب وترضى. اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك، وعلم كل شيء عندنا بين يديك، فاللهم إنا في حاجة إلى رحمتك فارحمنا، وإلى فضلك فأنزل علينا من خزائن فضلك ما تثبت به الإيمان في قلوبنا. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا، اللهم يا غياث المستغيثين أغثنا، آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار. يا عفو يا غفار، آتنا الحسنى وزيادة، ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. اللهم يا رب العالمين، وفقنا إلى ما تحب وترضى، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اعف عنا وانقذنا ونجنا برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب العالمين، وفقنا إلى ما تحب وترضى، وانقلنا من دائرة سخطك إلى دائرة رضاك، وانظر إلينا بنظر الرحمة، ولا تنظر إلينا بنظر العذاب والغضب، فلا طاقة لنا به. اللهم يا رب العالمين، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما، كلنا ولا تكن علينا، فارحم حينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين، اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم يا رب العالمين، اجمع كلمتنا وقوي مصرنا، واجعل هذا البلد بلد سلام وإيمان وأمن وإسلام إلى يوم الدين، وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.